أبسولوت صفر، الصفر المطلق، هي أدنى درجة حرارة ممكنة في الكون كامل. ممكن تقدر تعليف واحد الحلقة اللي تقدر تشوفها من هنايا. واليوم غادي نسألو شنو غيوقع الأرض إذا عاشت الصفر المطلق لمدة 3 ثواني فقط. بلغ درجة الصفر المطلق ناقص 273.15 درجة مئوية، وهي أدنى درجة حرارة في الكون، بحيث لا شيء يصبح أكثر برودة من هذا. لذلك إذا عاشت الأرض الصفر المطلق فجأة وأصبحت باردة للغاية لمدة 3 ثواني، غادي تشوف العديد من الدمار داخل الأرض. درجة الحرارة هي الطريقة اللي كنقيس بها الطاقة الحركية للجزيئات في أي جسم، وهي كتخبرنا في الحقيقة عن مدى السرعة اللي كتحرك بها الذرات والجزيئات والجسيمات. كل ما زادت السخونة ديال الغاز السائل أو الصلب، كل ما زادت السرعة ديال الحركة ديال هاد الجزيئات. أنا غتفهم مزيان ما معنى الحرارة، راه ماشي شي حاجة كتسخن. الحرارة هي أن الجزيئات كتحرك، وكل ما تحركت بسرعة كل ما تزادت الحرارة. يعني غتفهم مزيان أن هاد الجزيئات إلا تباطأت وبطأت من الحرارة ديالها، فراه فديك الوقيتة كتصبح المادة أكثر برودة. وهاد المادة ديال التباطؤ عنده واحد النقطة اللي كيوصل ليها، ما كيقدروش يتباطؤوا أكثر من داك البطء اللي هما فيه، وهنا كيوصلوا لأدنى درجة حرارة ممكنة في الكون، وهو ما يعرف بالأبسولوت زيرو أو الصفر المطلق، اللي فيه كتوقفت الجسيمات عن الحركة تماما، ما كتبقاش تحرك بتاتا. وهذا لأنه عند درجة الحرارة صفر كلفن أو ما يعادل 273.15 درجة مئوية تحت الصفر، لا تبقى أي طاقة حرارية. خلينا نرجع للأرض. أبرد درجة حرارة على الأرض على الإطلاق هي 184 كلفن، ما يعادل 89.2 درجة مئوية تحت الصفر، وتسجلت في القارة القطبية الجنوبية سنة 1983. وانت كتشوف هاد ناقص 83 بعيدة جدا عن ناقص 273.15، ولا تقترب منها حتى، أي لا تقترب حتى من الصفر المطلق. وخليني نقول لك أنه أبرد مكان معروف في الكون بأكمله سديم البوميرانغ اللي كيبعد عنا 5000 سنة ضوئية. وهذا السديم كنتو شفتوه في الوثائق الثانية فاش وصلت ليه أنا وسيام على متن المركبة ديالنا. مالك؟ فجأة ولا البرد بزاف، ما نقدرش نحرك الجسم ديالي من البرد. ماشي غريب، انت حاليا في ابرد مكان مكتشف في الكون، سديم البوميرانغ. بتعرفي الصفر المطلق هي ادنى درجة حرارة يقدر يوصلها شي جسم في الكون، كتبلغ 273.15 درجة تحت الصفر. ايوا، راه سديم البوميرانغ الدرجة ديالو هي 272.15 تحت الصفر درجة مئوية، يعني على بعد درجة واحدة من الصفر المطلق، وهو أبرد مكان في الكون المكتشف. هذا المكان هذا هو أبرد مكان في الكون، ورغم ذلك ما وصلش للصفر المطلق، بحيث أنه هذا المكان سديم البوميرانغ كتفصلوا درجة مئوية واحدة بينه وبين الصفر المطلق. من بعد ما سمعتي هذا الشيء، هل أنت مستعد باش تعيش الحالة ديال الأرض مع الصفر المطلق لمدة 3 ثواني؟ ملي كيكون البرد وكتستعمل الجهاز باش أنك تدفئ الغرفة، كتعرف شنو كيوقع؟ كتحرك جزيئات ديال الهواء بواحد السرعة متوسطة كتبلغ 1800 كيلومتر في الساعة، ومع انخفاض درجة الحرارة على الأرض فجأة، هذا كيعني أن كل تلك الجسيمات غادي تباطأ باش توقف عند 0.0001 كلفن، وفيه غتحرك الجسيمات الذرية بسرعة حوالي 0.18 كيلومتر في الساعة. هذا أبطأ بألف مرة من السرعة ديال هاد الجسيمات في درجة حرارة الغرفة. اللي اقتربت الأرض من الصفر المطلق غتكون جميع التفاعلات الكيميائية أقرب فأقرب إلى التوقف التام على الأرض. غتكون هناك أخبار سيئة للغاية بالنسبة لي وليك من الآخر ولكل شيء آخر موجود داخل كوكب الأرض. التفاعلات الكيميائية هي المسؤولة عن كل شيء، بما في ذلك الكيفية للتواصل الدماغ ديالك مع الجسم ديالك. بلا ما توقع هاد التريليونات من التفاعلات الكيميائية لداخل ديالك، مع ما كتقدر تنفس أو الطعام اللي كتاكل أنه يتحول إلى وقود بالنسبة لك. درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق غادي تكون باردة بشكل مدمر. عند درجة الحرارة الدافئة نسبياً
اللي كتبلغ 77 كلفن غتكون حقا في مشكله خطيره، حيت هذه هي درجه الحراره ديال النيتروجين السائل، وبعد ثواني قليله من التعرض لدرجه الحراره هذه غادي تعاني من حروق شديده. لذلك 3 ثواني من الصفر المطلق على الارض غادي يسبب قدر هائل ولا يصدق من الضرر في جميع انحاء الكوكب والقضاء على جميع اشكال الحياه على الارض. الى انه واخا قلنا هادشي كامل فراه كاين بعض الحوايج اللي هي ايجابيه. التفاعلات الكيميائيه لن تصل الى طريق مسدود حتى ولو وصلنا درجه حراره قريبه من الصفر المطلق، لانه حتى سديم البوميرونغ اللي بينه وبين درجه الصفر المطلق درجه واحده فقط، فراه التفاعلات الكيميائيه لا زالت كتحدث فيه، وهادشي بفضل التاثيرات الغريبه لفيزياء الكم كوانتم فيزيكس. ومن الامر كيتعلق بالفيزياء ديال الكم جميع الامور كتصبح غريبه علميا. مع وجود 3 ثواني من الصفر المطلق على الارض، هذا كيعني ان جميع الذرات الموجوده على الارض في حاله توقف تام تقريبا، كل شيء ساكن، غتبدا كلها في التجمع معا، وغيشكلوا لنا واحد الحاله من الماده كتطلق عليها اسم مكثف بوز اينشتاين، وهذا كيعني ان كل ذره هي في نفس حاله الطاقه ومتطابقه بشكل اساسي مع بعضها البعض من وجهه نظر فيزيائيه. من موراها غيبداو يتصرفوا كذره واحده مجتمعه، وهنا غتفهم اذا تمكنتي من التحول الى مكثف بوز اينشتاين فهذا الشيء غيكون رائع جدا، لانه في الثلاث ثواني غادي يكون عندك بعض الخصائص الفيزيائيه الفريده اللي ما عمرك تعيشها، مثل السيوله الزائده. تخيل انني غنقول لك انك تكون قادر باش انك تحرك في الشقوق الصغيره دون اي احتكاك ببساطه، وترجع بحال سراق الزيت في الليونه كنهضر. والسبب في هذا انه ما غيكونش عندك اي شقوق، لانك لن تكون الشيء الوحيد الفائق السيوله على هذا الكوكب. غير وخصك تفهم لا يمكن ان تتشكل مكثفات بوز اينشتاين الا ملي كيتم تبريد البوزونات الى درجه قريبه من الصفر المطلق، حيث البوزونات هي ذرات كتحتوي على عدد زوجي من الالكترونات، وهذا كيعني ان بعض الذرات الموجوده في الجسم ديالك وفي البيئه اللي محيطه بك يمكن لها انها تصبح مكثفات بوز اينشتاين. ولهذا فانت محظوظ جدا ان الوصول الى درجه الحراره ديال الصفر المطلق بكل بساطه مستحيل. اذا انخفضت الارض وكل شيء عليها الى الصفر المطلق، فراها غتسحب الحراره على الفور من الفضاء المحيط بها للحفاظ على درجه حراره صفر كلفن انت والكوكب حتى لمده 3 ثواني فقط، فراها غتحتاج الى كميه لا حصر لها من الموارد، وهذا الشيء مستحيل رياضيا او علميا. وبما ان هذا الشيء مستحيل، الا انه كاين سيناريوهات اخرى اللي هي ممكنه، بحال مثلا الارض تجمد كامله بين عشيه وضحاها والتاثيرات اللي غيوقعوا على الكوكب. خاصنا نعرفوا شنو هما. هذا سؤال اخر. لفيديو اخر.